تفضل اخي ابو غسان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم جميعا، شكرا لكم، لقد تحملتم الكثير من اجل هذه اللحظة. بارك الله فيكم، شكرا لمن اكرمنا وحضر خطبة ابننا وبنتنا الدكتور يسار والدكتورة الصيدلانية سجود. اخي دكتور عماد، أعلم ويعلم الكثير بأن والدك الرجل التسعيني أبو روحي لم يستطع الحصول على تصريح منعه الاحتلال، لعنة الله على الاحتلال، منع عائلة الكريم، عائلتهم الكريمة من حي الرمال أن تأتي إلى هنا إلى بيت ريما لكي تفرح بعقد زواج ابنها الدكتور يسار. أخي دكتور عماد، اعلم بأن أهلي وأقاربي وأهل بيت ريما وإخواني وأصحابي هم عشيرتك، هم أهلك، أنت كبير بهم وهم كبار بك وبذريتك الصالحة. أخي دكتور عماد، الحمد لله ثم الحمد لله، عندما ذهبنا يوم الأربعاء إلى المحكمة الشرعية لكتابة عقد الزواج، سألني القاضي الشرعي قاضي محكمة بير زيت عن المهر، فقلت له المعجل بما يحفظ من كتاب الله والمؤجل بما يحفظ من كتاب الله، ولا توابع للمهر، وإن سألتني عن الذهب فأطلب من الدكتور يسار مصاغ لابنة الصيدلانية سجود حفظ صورة الكهف. ولكن القاضي الشرعي قال الأنظمة والتعليمات لا تسمح بذلك، فقلت له نحترم الأنظمة والتعليمات، وبالتالي قال يجب أن يكون هناك شيء نقدي، فقلت له بما أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ولأننا نقبل من دكتور يسار بهذه التربية الصالحة، بهذه النشأة الطيبة، بهذا الخلق والأدب، بهذا النسب الحسيب النسيب، والتزاما بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، أقلهن مهورا أكثرهن بركة. قلت للقاضي الشرعي مقدم دينار أردني، مؤخر دينار أردني، ولا توابع للمهر، والذهب ما قيمة دينار أردني فقط. فالحمد لله على أن أكرمني بصهر دكتور يسار ابن الدكتور عماد من عائلة كريمة دار صقر حي الرمال في غزة. أخي أبو غسان، أنت كبير وطلبك مجاب، ونحن هنا ليس من أجل أن نقول طلبكم مجاب، ولكن أخي أبو غسان نحن هنا من أجل أن نشهر عقد الزواج الذي كتبناه يوم الأربعاء الماضي. بارك الله في كلمتك، بارك الله في طلبك، وطلبكم من يوم الأربعاء هو مجاب، وجزاكم الله ألف خير. لا يسعنك إلا أن نقدر عاليا هذا الكرم وهذه الأخلاق الإسلامية العالية، ونحن على استعداد للقيام بجميع متطلبات الزواج، وهذا واجب وليس منة من أحد. وشكرا لكم جميعا. بارك الله فيكم، حياكم الله بإذن الله وعلى أبيه. بارك الله فيكم. سلم عمك بعدين خالد عماد.